رأي حضرتك في فتح باب الترشح اليوم لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك؟ والله طبعا حاجة كويسة ان نشوف ناس جديدة وإدارة جديدة، ومصلحة النادي أهم حاجة طبعا، وربنا يوفق الأصلح ان هو يتولى الإدارة الفترة الجاية بإذن الله. نتمنى ان شاء الله يكون في إدارة جديدة تطور من النادي اجتماعيا، توفر صفقات تساعد النادي، يبقى في استقرار، يبقى في طمأنينة واستقرار جوه النادي. اللعيبة حتى اللي عاوزة تجدد عقودها، اللعيبة اللي مش مستريحة نشوف رغباتهم ايه ونحققها لهم، ونوفر صفقات تساعد النادي في كل الألعاب يعني. حلو ان يبقى ترشح يتفتح دلوقتي، ويبقى في فرصة لكل الناس اللي عايز يخدم النادي، لأن دي فترة محتاجة اللي مش بيدور على مصلحته هو، ولا بيدور على مصلحة النادي، لأن الزمالك طبعا كيان كبير، والمفروض مش بس الزملكاوية، المفروض كل المصريين يقفوا مع كل واحد زملكاوي عايز يبني نادي الزمالك. طبعا مهم ان يعني يتفتح نادي يعني انتخابات عشان النادي يستقر، بس المفضل انا لسه ما نعرفش مين اللي اصلا هيرشح نفسه عشان نقول مفضل، انا ما اعرفش مين اللي هيخش يعني، بس ايا كان يعني مهم يكون واحد كويس يحسن النادي بالحاجات اللي هو فيه دي، ويبقى النادي يرجع تاني نادي زمالك صراحة. هو طبعا حاجة مهمة جدا كان التسريع في مسألة فتح باب الترشح علشان يتم انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، لأنه طبعا المجالس المؤقتة أو اللجان المؤقتة برغم أنها بتبذل مجهود، ولكن الأمر بيتطلب أنه يكون في مجلس إدارة مستمر للفترة القانونية بتاعته علشان يقدر يبني ويحقق الاستقرار المنشود للنادي. احنا عايزين يعني الحاجة الكويسة اللي تصلح للنادي يعني، ما اقدرش اقول اسم معين. مفيش اسم معين حضرتك؟ لا 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 خالص يعني، يكون في برضو يعني تنقية كويسة، وحد يكون صالح للنادي في جميع يعني كل حاجة في النادي، بالنسبة للأعضاء، للاعبين، اختيارات لاعبين كويسين، كلام من دوت. لا لا بس الدنيا تبقى أحلى من دلوقتي، بس ربنا يولي من يصلح لنادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك نادي كبير جدا جدا، يعني محتاج استقرار الفترة المقبلة، خاصة الفترة الماضية كان في بعض المشاكل كثيرة جدا جدا، ودي اللي أثرت على الفريق وكل يعني الألعاب داخل نادي الزمالك. فطبعا نادي الزمالك لما يكون يرجع عليه مستواه ده هيكون في صالح الكرة المصرية. يمكن زي ما انت شايف بتقول متواجدين من الساعة 10 الصبح لحد 6 مساء، يمكن انا شايف الجو هادي جدا، اسماء مرشحين حتى الان يمكن 5 مرشحين، البعض منهم لم تكتمل اوراقه حتى الان، فهيجي مرة تانية يرشح نفسه، مفيش اسماء بارزة لحد دلوقتي يعني قادرة على ان هي تعمل حاجه لنادي الزمالك. طبعا انت عارف نادي الزمالك الفتره اللي فاتت مشاكل كتير، سواء مشاكل القيد المستمره على نادي الزمالك بالتحديد، وبعض المشاكل التانيه اللي بنشوف الزمالك يعني هو النادي الوحيد اللي متصدر المشاكل دي. طبعا بعض منهم اتكلمنا معاه وقال ان في حلول، وكمان بعض منهم وعد انه خلال 6 شهور هيتم حل مشاكل نادي الزمالك، فربنا يولي الاصلح بقى.